بقول لك ايه من اولها كده ده زباله زي ابوه بالظبط، لو فتح بقه ورفع ايده عليكي على طول لب هدومك وروح على امك. بس انا امي ميته يا طنط. تروحي لها. بقول لك يا طنط انا عندي خلاص نظام جديد، داليا القديمه خلاص ماتت. هي كمان؟ ايوه، لو فتح بقه معايا باي حاجه باي جزمه قديمه معفنه وعلى دماغه. بقول لك ايه؟ عايز ايه؟ الطفل الافلاطوني كيوبيد عبد المجيد قال ايه؟ ايه؟ قال لك اذا تزوجت زوجتك مره ثانيه فاسر الكلام، خدها من قصيرها وريح المدام. سلطانيه. ايه ده؟ بيومي؟ بيومي؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك؟ قبل ما اجاوب على اي سؤال، خلصت المسلسل ده؟ لسه بنخلص اهو اخر شوط. الحمد لله، اللهم لك الحمد وشكرا يا رب. انت بتنهج كده ليه يا بيومي؟ كنت بلحق اي حاجه في ظل الرئيس، بس للاسف خلص وفرش. ظل الرئيس؟ اه. شابو يوسف الشريف. ايوه عاجبني قوي. بس ايه، ينفع نعمل كوميديا من غير بابا؟ يا بيومي الناس تهت، ده احنا كنا حالفين ما نجيبكش في اي حاجه. هو رمضان يبقى رمضان من غير بيومي؟ لا. طب المسلسل يبقى مسلسل من غير بابي؟ لا طبعا. ولا الاذاعه تبقى اذاعه من غير بيومي؟ لا برضه مش كده. اسمع، اسف. اسف. سوري. يلا بينا يا اولاد على خير. نلحق اخر حاجه في كنبش قبل ما يخلصوا. يلا.